لكم وسأرجعوا لليوتيوب بقوة. مالك عثمان كدحك شنو كاين؟ تخلعتني بسم الله عليك بسم الله عليك انت في عار الله. المهم البنات كيف ما قلت لكم غنرجع لليوتيوب وغنبقى بارطاجي معكم بزاف د الحوايج. وصراحه من ديما ملي كنكون غاده باش نقرا نقرا باش نوضح لكم. كما كتعرفوا انني دخلت لهاد العالم ديال الخياطه والفصاله وهذا القفاط من الجلالف دونك للرومي اوسي دونك خصني نتعلم. في الاول كانوا بزاف ديال الناس كيعاونوني ومنهم امي وحتى دابا الله يجازيها بالخير مازال كتعاوني. مي او ميم طون خصني نقرا نورمالمون كناخذ دروس خصوصيه مع امنيه واليوم عندها الافتتاح ديال الفرع الجديد ديالها في كاين في مرجان وغيقراو جروب وغنمشي نقرا معاهم اليوم. وهي ما بغاتش دير الافتتاح قالت لك لا والو ما نديرش وهذا 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 حتى ان شاء الله نزيد نكبر وهذه. وانا دايره لها مفاجاه مشيت كومونديت لا طارت من عند روبان روج ودي بلاطو دو شوكولا. المهم ان بيتي جيست وصافي نفرحوا بيناتنا وهذا. دونك هي نورمالمون راه ديجا عندها ليكول ديالها في روامزين معروفه امنيه مود ستايل. اليوم عندكم تقراو معايا في مدرسه جديده دونك فوالا يلا هو معايا تشوفوا كيفاش كيدوز داكشي وهذا يعجبكم الحال. البنات نوريكم فين جات المدرسه كتمشيو المرجان جوبونس اي وحده يعرف هاد الجوايه بالضبط بحال غادي المرجان سوبر مارشي في ديك الطريق ديالو او لو اس تي. المهم قبل ما توصلوا لتما كاينه واحد البلاصه سميتها لا ميزون باردون لا ميزون دي كريستال كيبيعوا فيها التريات غدوروا على يديكم اليمين. فوالا اون فوا غادي تدورو من هنايا كاين درب على اليمين ودرب على اليسار. الدرب الاول ديالكم على اليسار غادي تدورو عليه كاين واحد البارفيومري وعندكم واحد الحفيره غادي دوني شان وغادي تبان لكم امنيه مود ستايل. هذه هي ليكول الجديده ديال مدام امنيه. مرحبا بكم كاملين باش تجيو تقراو معايا لو بغيتو نتوانس. سلام احنا جينا مبروك في الطيبه في ما شاء الله عليها. وانتم انا نوريكم الكيم داس ديالها وداكشي صراحه ما شاء الله داكشي اكيب من داكشي رفيع. شوفوا لي ماشين انتم الناس ديال مرجان خربت ليكم شوفوا هما. المهم دابا نساليكم باش تشوفوا مازال ان شاء الله هاد الامنيه غتكبري لنا مازال ان شاء الله. راه ما بغيت تكون كلشي ان شاء الله غادي يكون داكشي زوين ان شاء الله غادي يكونوا دبلومات مختلفين ان شاء الله يا ربي وغادي تكون ايكول لي كبيره في الكلاس وان شاء الله تسناو ديما الجديد معايا. الله يبارك فيك ياك البنات بغيت حساب. الله يبارك فيك بارك الله فيك لا يطول عمرك بارك الله فيك. هاد جوج سنتيم عندها علاقه مع هاد التركيز لان الدوفون علاش درناه نازل نورمالمون الجلابه تتكون على تقريبا تتجي بحال قدام بحال الدار ولكن ديما الجلابه المغربيه تترجع للور ديما خاصك ديري هكا. نقصنا هاد جوج سنتيم شويه باش تجي ديكالي لقدام وفي نفس الوقت تيجي هاد الدوره هادي ديال التركيز ما تجيش يعني كبر من هادي. يعني هاد الدوفون هذا اللي هنا مع لودو الظهر تيجي كبر من الدوفون الا لا كانت المراه عندها الصدر ديالها كبير وعندها لا كارير دوفون عندها صغيور يعني تنوليو ندخلو بزاف يعني لا دخلنا ضروري من هاد جوج سنتيم نحيدوها. وفي الكمام كما قلت لكم يعني الكران مع الكران تنخيطو لودو هو الاول والدوفون تنحطو هاد جوج سنتيم ممكن تكون ممكن تجينا هي هذيك على حسب لا كارير ديال المراه. واضح بالصحه والراحه شكرا. Oh,
الله نور الفجر بعد الظلماء. فحمدا لله، حمدا لله على المنحة والعطاء. هديتي لأختي وتوأم روحي. لأن بنات واحد التاريخ بعرق الجبين ديالها، بنات واحد التاريخ بالكفاح ديالها، يعني هي ما محتاجاش أنني أنا نقول فيها واحد كلمة الشكر، أنتم راه كلكم عارفينها. يعني ما شاء الله عندي مثلا 30 عمدة جنبودة في المقام وقالتها ما شاء الله. أنا فخورة أن تكون هذه أختي وصديقتي وحبيبتي، والله يرضى عليكم وليس جنبودة بالبورتامي. مبروك ديال رامي عياش، يلا سربي. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك الفرحة فرحتنا والمراد بعتنا شوق البيت عندنا، مبروك مبروك الفرحة فرحتنا والمراد بعتنا شوق البيت عندنا. Yeah.
البنات. البارح راكم شفتوا كنا عوالين نديروا زعما صراحه نديروا حتى شي درس نصوروا لكم. ساعه مشيت لقيتهم سالاو الدروس لانني مشيت جبت الحلوه ومشيت جبت داكشي، دونك لقيتهم تقريبا كاملين سالاو. دونك على بروشين فوا. و فريمون كدير دروس زوينين في القناه ديالها عرفتي، راه فريمون الناس تغيرت لهم حياتهم مستقبلهم بسبب القناه ديال امنيه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يتقيدوا في مكناس غنقولوا كنقراو مجموعين ان شاء الله نبقى نمشي نقرا معاكم. راه نعدت لكم مدرسه فين كاينه، ولا بغيتو نخلي لكم النيميرو التليفون ديالها فين تقدروا تواصلوا معاهم باش تجيو. راه دايره ثمن جد رمزي بالديبلوم ديالك بكل شيء ديالك، والديبلوم ديالك اللي يقدر يفتح لك بزاف ديال الابواب. مهم بزاف يعني ديبلوم ديالك انك قارية تقدري تفتحي محل، تقدري تشدي ان كريدي دوك اللي كيعاونوكم باش كتبداو كيديروا لكم فريمون. واحد صاحبتي كانت خدات واحد لو كريدي، المهم هي كريدي حرام، ولكن هي باش الصراحه يمكن ما كيديروا لكم 1% يمكن ما عرفتش شنو بالضبط، خدات شي 8 د المليون وما بداو كيقطعوا لها على 6 شهور. وهي بالديبلوم ديال الخياطه حتى هي كانت قرات وعند امنيه وعد 700 درهم في الشهر وبدات لو بروجي ديالها تبارك الله ما شاء الله. الله يمسك عليها ويزيدها صراحه. تمام محلت محل في الحومه، كاع الحومه جاوا عندها وتبارك الله ديما كدعي معايا ومع امنيه الله يسهل عليها حتى هي. دونك الا بغيتوا حتى نتوما وكنتوا باغيين انكم تقراو وانكم تجيو عند امنيه، انا راه كنقنع امنيه باش دير لكم فورماسيون اون لين يعني بالنسبه للناس اللي بعاد وتعطيهم لي ديبلوم وكل شيء ديالهم، غنشوف نقنعها لكم. مهم بو لانستون اللي في مكناس وبغى يجي يقرا ويجي يقرا معايا ويجي المرجان، راه عندها مدرسه في روانزين وعندها مدرسه في مرجان. دونك اللي بغى يجي مرحبا بي، انا نخلي لكم لو نيميرو دانسكريبسيون ومرحبا بكم كاملين. سينون باش ما نطولش عليكم وما يجيكمش الفيديو قصير فيه غير الافتتاح، غادي نخليكم تشوفوا الدويره ديالي اللي في تطوان اللي خديت اللي ساكنه فيها انا دابا، حيت لا ديرنيير فوا كنتو سولتوني وقلتوا لي ورينا من الدار ديالك. غادي نحط لكم واحد لابارتي كانت جات عندي فيها ماما وغالي معاه في الافتتاح، بقيت بزاف تما شي 20 يوم. راكم عارفين باش كتقاد امورك كتشوف شنو كاين لي كليون شنو كيبغي وشنو كيفضلوا، هادي قديت بزاف ديال الامور. دونك جاو عندي مع كنت وحشت غالي وماما، عيط لهم جاو عندي مع صهيب كان كيهبط وكيطلع. دونك كنت داك النهار صورت فلوغ انا غنخليه لكم وكنموت عليكم كاملين. كما كتشوفوا هذه هي الدار، شوفوا الدخله كيفاش دايره، لي طابلو هذا الصالون كيف ما كتشوفوا كيطل على الصالون الثاني. نكينا مرايا كوكو، هانتوما هنا كينا كوزينة تشوكي كتشي، هنا كين بحال بوستار، هنا ما والدور حاجاكم بقات هنايا لا شومب اكوشي هانتوما. كاين فيها حتى هي تواليت حاجاكم والدوش، وهنا كاين بيت الكلاس. اي فوالا ايمان لاباس كي جاتك الدار زوينه ياك؟ فرق كبير صاحبتي، عد بجينا دابا عندنا الانستالي والرحيل.
المهم البنات، لقيت راسي بدا مصوره هذا الفيديو حيت داك الفيديو اللي كانت جات فيه ماما ودوغ اللي فيه صداع بزاف سنون تركيزاتكم. هي نورمالمون غير كاريه باش حيت بزاف كيتولوا مش كرييتيف تطوان ولا شي شيء غير كريت الله يا ان شاء الله. علاش لانجينك انا اصلا من عشاق مدينه الشمس وطنجه وتطوان شوا شاون. المهم ديك النواحي كامل كنكون تما جمسون اليز وعاد كنفرح كيعجبني الحال. مي دابا توحشت غالي كاس هاد الايام. انا كنقول يوم غدا نمشي اليوم غدا نمشي. هاد السيمانه قلت من وشتك ماما شتك. المهم البنات نتمنى ان يعجبكم الفيديو، انكم مثل بزاف الفيديوهات زوينين طيابات. السيمانه صورت لكم داكشي غزال ودي روتين ودي موتيفاسيون بيان سور. انا فرحانه الكونت اللي حليت وبيان سور راني قلت لكم سميتو قصه مع مانويلا. اللي عندها شي مشكل شي حاجه ماشي هي هذاك صيفطها لي. عندي ليكم شي قصص واعرين اللي غادي تاخذوا منهم الموعظه وديروا العقل. المهم وشي حوايج بيان سور اللي كيعطيو طاقه ايجابيه ما مشوش مع الطاقه السلبيه. كاينين قصص زويني اللي عجبوني من فشل النجاح يعني بزاف الحوايج زوينين ان شاء الله يعجبكم. وكنموت عليكم وبوني شوفوا ستريس والعياش كيدير ليا.